كما كانت أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية درقانة لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من معالجة قضية متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات لغرض عرضها على الغير وحمل أسلحة بيضاء محظورة. قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي ذات الفرقة لمعلومة مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من منزله بأحد الأحياء الشعبية. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تمت مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه مع تفتيش مسكنه، حيث كللت العملية بحجز 5663 قرص مؤثر عقلي، 6.3 جرام مخدر قلب هندي، 10 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، ما يفوق 45 مليون سنتيم لعائدة ترويج هذه السموم، مقص وكيتور يستعملان في عملية تهيئة للترويج، 3 هواتف نقالة، قارورة سائل مخدر. وبعد التحقيق مع المشتبه فيه تم توقيف شريكه في القضية ليتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا على قضية حيازة تخزين المؤثرات العقلية والمخدرات قلب هندي لغرض العرض على الغير بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حمل أسلحة بيضاء محظورة.